السلام عليكم اعزائي في كل مكان، اهلا بيكم حلقه جديده والورشه المنزليه. النهارده هنتكلم عن طريقه تركيب عداد مياه عمومي لعماره بنفسك بطريقه سهله جدا، مش محتاجه اي غلبه او اي مشاكل. العداد العمومي بتاع العماره حسب طبعا عدد الشقق وكده، بس في الغالب بيبقى 25 يعني قطره 25 ملي يعني بوصه، فالعداد بيبقى بوصه. وطبعا الصاعد الرئيسي بتاع العمارة بيبقى على الأقل بيبقى بوصة ونص. فهنشوف مع بعض ايه الحاجات اللي محتاجين نشتريها علشان نركب العداد، وايه أسهل طريقة لتركيب العداد من غير ما يعمل مشاكل أو ينقط مية، وازاي أركب العداد صح، لأن العداد ممكن يركب غلط وبالتالي العداد ساعتها هيبوظ ويدي قراية غلط. يلا بينا. زي ما احنا شايفين أول حاجة بنعملها إن احنا بنشق الماسورة الرئيسية اللي هي الصاعد الرئيسي بتاع العمارة، بنشقه شقة بسيطة كده بحيث ان هو يطرش كل المية اللي جواه. ما تنساش طبعا ان قبلها هتكون قافل المحبس العمومي، وطبعا احنا بنركب العداد العمومي بعد المحبس العمومي مش قبله، يعني بعد المحبس من ناحية العمارة، علشان لما اقفل المحبس انا كده قفلت المية اقدر بقى اركب العداد. اهو المية بتنقط. طبعا ده كان في مشكلة صغيرة ان المحبس احنا هنا مركبين في الماسورة محبس عمومي، وبعديه على طول بمتر في المواسير محبس عمومي تاني اللي هو اللي لونه اصفر اللي على الشمال ده. فالمحبس اللي على الشمال ده مفروض ان هو يقفل المرتجع بتاع المواسير. طبعا عمارة كبيرة وفيها دخلة على 16 شقة، كل شقة ليها خطين مية فمحملة نسبة مية كبيرة جدا، فكان مفروض ان احنا نقفل المحبس الاصفر ده ونقفل المحبس الاحمر، وبالتالي انت هتوقع بس المية اللي في الماسورة اللي هي المتر اللي في النص. لكن طبعا اللي حصل ان اكتشفنا ان المحبس الاصفر بايظ مرة واحدة كده، فاضطرينا ان احنا نستقبل كل المية اللي طالعة لحد الدور الرابع في كل الخطوط للعمارة، فكانت مية كتيرة جدا. يعني لو لقيت المية السرسوب بتاعها قليل وهتفضل قاعد جنبها نص ساعة ممكن تكمل، واحنا فعلا عملنا كده، ممكن تكمل قطع الماسورة هتلاقي المية نزلت بسرعة جدا، وفعلا احنا عملنا كده اهو. هتسيب المية تصفي تماما ما يبقاش فيها ولا نقطة، عشان احنا هنجيب كهربا دلوقتي وهنجيب سخان، فما ينفعش يكون في مية خالص، بل بالعكس احنا هنجيب فوطة وننظف بقى المواسير دي وننشفها تماما. طيب قبل بقى ما نعمل اي حاجة تانية، اوعى تقطع القطعة التانية بتاعت الماسورة عشان تركب العداد دلوقتي، هنركبها بعد ما نبيت كل حاجة بره. لكن مهم جدا ان انت تعرف ان لما تيجي تركب العداد يفضل ان انت تركبه بعيد عن المحبس العمومي اللي هو الاحمر اللي على اليمين ده، يعني تسيب بينه وبين المحبس ده مسافة. ليه؟ لان ده عداد عمومي، وارد ان بعد كده يكون في شقة او شقتين او عشرة عايزين يركبوا لنفسهم عدادات سكنية خاصة، وبالتالي هتقطع وتركب بطارية جديدة خالص تطلع منها المواسير بتاعت الشقق الصغيره او الشقق الايه الخاصه. فلو كنت انا ركبت العداد على اليمين ناحيه المحبس انا كده قتلت الموضوع ده، وساعه لما نيجي اي شقه تركب عداد سكني لوحدها هتضطر تفور المنطقه دي كلها. طب على ايه؟ احنا هنركب العداد على الشمال ونسيب مسافه كده حوالي 60 سم او حاجه على قد ما نقدر، علشان المسافه دي هي اللي نقدر نقص فيها بعد كده. طبعا نقفل المحبس ونقص ونركب البطاريه ونعمل كل اللي احنا عايزينه بعد كده. طيب تعالوا بقى مع بعض نشوف احنا مفروض ننزل نشتري ايه. الاول نعرف العداد بيجي معاه ايه. العداد بيجي معاه 2 لاقور بوصة، والعداد نفسه بوصة. طيب انا هبقى محتاج ايه دلوقتي؟ اول حاجة هبقى محتاج مكوه حام محطوطة في الكهرباء ومتسابة كل المدة دي، يعني تقريبا هتقعد ربع ساعة شغالة، عشان احنا لما بتشتغل في البوصة والبوصة ونص الكلام ده بيبقى محتاج حرارة عالية جدا. يبقى احنا هنا اتكلمنا على العداد، تعالوا بقى نشوف احنا هنشتري ايه. هنشتري 2 جلبة بسن بوصة ونص. الجلبة دي هتاخد من الماسورة الرئيسية اللي هي بوصة ونص، وهتدخل برضو بوصة ونص. طب انا مش عايز بوصة ونص، ده هو العداد بوصة، فهجيب بوش. يبقى الجلبة كل جلبة ليها بوش، اللي بيتلف عليه دلوقتي التفلون ده اسمه بوش. بوش ده يعني ايه؟ يعني زي ما نقول تحويلة من البوصة ونص للبوصة. يبقى انا هجيب 2 جلبة بسن بوصة ونص واتنين بوش من بوصة ونص البوصة، تمام. وهنجيب شوية شعر فوق البيعة كده تاخد منه، ولا حتى بجنيه شوية شعر كتان، وهتجيب طبعا بكرة تفلون كبيرة. مهم جدا ان احنا لما بنشتغل جوه الشقة بنشتغل بالتفلون او بالشعر لوحده، لكن لما بتشتغل في الحاجات الضغط العالي اللي احنا شغالين فيها دلوقتي دي بنضطر ان احنا على الاوز على طول بتاع البوش هنحط
شعرك التاني الاول، وبعد كده هنلف عليه التفلون بحيث ان الموضوع يبقى متعضل تماما وقوي جدا وما يبقاش فيه اي نوع من انواع التسريب، بموجب بقى فرق الضغط اللي هيحصل الرهيب من البوصة ونص دي او من المية لما تشغل الدنيا، ما يحصلش اي تسريب بامر الله. طبعا الموضوع بيبقى رخم جدا لما تيجي تركب بقى اي دكر فنتايه، يعني اي بوش، البوش في الجلبه هيبقى رخم، ولما تيجي تركب بعد كده اللاكور في البوش هيبقى ارخم علشان حكايه الكتان دي، لكن لازم نعمل كده. طيب هنركب البوش نشبطه بس كده في الجلبه، بعد كده هنمسك اللاكور هنطلعه بقى من جوه العداد، ادي علبه العداد اهي، وهنركب اللاكور بنفس الطريقه الاول، وبعد كده نلف عليه تفلون، ويا ريت ما نبخلش في موضوع التفلون ده بالذات والكتان، يعني خليك بحبوح شويه. ومهم جدا ان انت تلف دايما عكس عقارب الساعه، عشان انت لما بتيجي تركب الدكر بتلفه مع عقارب الساعه، فلو لفيت التفلون مع عقارب الساعه وبعد كده لفيت الالوز او الـ الدكر كده في النتايه لفيته مع عقارب الساعه، هتلاقي التفلون بيطلع منك بيفرك تاني منك، وصنايعيه كتير جدا ما بتركزش في الموضوع ده، وقلنا الموضوع ده في الفيديوهات اللي قبل كده. طيب دخلنا اهو اللاكور في البوش والبوش في ستي في الجلبه اللي بسن، نمسك بقى الكلام ده كله. الكلام ده هيبقى صعب يا جماعه، يعني محتاج بس قوه عضليه شويه، فيا ريت ايه ما تبقاش حنين مع الموضوع ده، لا يعني شد حيلك شويه فيه، لكن عادي تقدر تعمله عادي خالص كده لو اخوك او واحد صاحبك او ابنك او حتى المدام مسكت بس المفتاح اللي انت مثبت بيه الجلبه، خلاص ما مش محتاج. انا عن نفسي مثبته دايس عليه برجل، وطبعا انت هتدوس على واحد برجل وهتشتغل على التاني بايدك خلاص، بس ايه انشف عليه شويه يعني. طيب بنفس الطريقه هنعمل الجلبه التانيه، يبقى انا كده هركب الجلبتين مع بعض بره، وبعد كده نشبطهم بس مجرد تشبيط العداد، ادي العداد اهو، علشان ناخد المقاس على الماسوره ونقص القصه التانيه اهو، ولا حطينا تفلون ولا اي حاجه، احنا بس بنشبط الالوز بتاع اللاكور، نلف كده 10 لفات، وبعد كده الباقي هيبقى تدقير بقى في التركيب الفعلي، هيبقى تدقير، احنا بس بنلف كده 10 لفات بنمشي حالنا يعني. وتعالى نقيس على الماسوره اهو، هناخد علام بالمنشار برضو، احنا بنقص بصفيحه منشار، الصفيحه دي ب 5 جنيه عادي يعني، مش محتاجه مقص مواسير وكده ولا كده. مقص مواسير انت هتبقى محتاج مقص مواسير لو جبته يعني او اشتغلت بيه، محتاج واحد اصلي هتلاقيه ب 230 جنيه على الفاضي، صفيحه ب 5 جنيه ومشي حالك يعني. وادي القصه الثانيه، لو قصيت بزياده هتدخل نفسك في قصه كبيره، وهتضطر تجيب حته ماسوره وجلب الحام، وهتلحم بقى من الاول وتعمل وصله وبتاع على الفاضي، فبلاش نقص بالزياده لان السنتي هيفرق. ركز جدا وقص كويس، ونظف مكان القص علشان لما تيجي تلحم ما يبقاش فيه اي رواسب او اي حاجه تعوق عمليه اللحم. طيب هنفك بقى كل قصه العداد دي تاني، وهنركب الجلب. خلي بالك اكيد في الارض فيه ميه، فارفع السلك علشان ما يمشيش في الميه، عشان لو السلك اللي فيه كهربا ده شم الميه هنترقص كلنا واحنا واقفين. طيب بنلحم عادي خالص زي ما عملنا في الفيديو اللي فات بتاع تركيب حنفية نص بوصة في ماسورة بوصة، هسيبهولك في شاشة النهاية. مهم جدا لما تيجي تلحم لازم تقلل السخان، تلحم على الهادي، تسيح البلاستيك على الهادي، بلاش شغل الشمط ده وبتاع، يعني انت بتبقى مشغل السخان على اعلى حاجة عنده بره علشان يسخن جامد جدا، لما بتيجي بقى تحطه على الماسورة نفسها ايه تقلله. ادينا حطينا السخان تحت، ونحط على طول الجلبه في الماسوره، واضغط عليها جامد بايدك، واهم حاجه تبقى افقيه تماما او عموديه تماما، ما تبقاش مايله والا هتسرب، وهتضطر تروح تشتري واحده تانية، والجلبه دي مش رخيصه يعني، في منها يوصل لحد 300 جنيه فيعني هتتاذي جامد يعني. طيب ركبنا اول واحده، هنركب تاني واحده بنفس الطريقة، نجيب السخان نسخن التانية بنفس الطريقة، أو بنلحم التانية بنفس الطريقة، تمام. هنجيب بقى العداد ونركبه في اللاكور يمين وشمال، اهتم جدا بإن بيبقى فيه جوان، جوان ده يعني جلدة أو مطاطة،
دي اللي هتركب ما بين اللاكور اليمين والشمال، هي دي اللي بتخليك تركب اللاكور. اهو ده الجوان اهو باين جدا، بتخليك تركب اللاكور من غير تفلون او من غير شعر كتان. هو حتة الجوانة دي لما زي الجوان بتاع الانبوبة او الجلدة بتاعت الانبوبة، لما بتيجي تركب المنظم في الانبوبة ما بتحتاجش ان انت تعمل ليه القصة دي، علشان بيبقى فيه جوان هو ده اللي بيدقر الدنيا في بعضها ويمنع التسريب تماما. لو الجوان ده مخروم او فيه عيب صناعة او فيه اي مشكلة من المشاكل، او حتى مش عايز يركب عدل لاي سبب من الاسباب، وارد ان ده يحصل، اكيد هتلاقي تسريب مية ومش هتعرف تحل الموضوع ده الا انك تبتدي تركب بقى ايه اللاكور بالطريقة العادية البلدي بتاعتنا. طيب هنا الماسورة لقيناها ما عندنا، ففكينا الافيس بتاعها علشان تبقى حرة كده ونعرف نشتغل بيها. طيب نيجي لقصة العداد. قبل ما تركب العداد، بص تحت العداد هتلاقي سهم، السهم ده الديل بتاعه معناه دخول المية، والراس بتاعته معناها خروج المية، يعني من الآخر ده الفلو بتاع المية أو سريان المية من وإلى. أوعى تغلط غلطة كبيرة إن أنت تركب العداد بالعكس، عشان مثلا المواسير بتاعتك بدل ما هي واخده من اليمين للشمال، لا هي واخده من الشمال لليمين، فانت كنت عايز تحط العداد القرايه بتاعته معدوله. انا ماليش دعوه بالقرايه بتاعت العداد خالص، المهم عندي ان العداد نفسه يكون مظبوط ويكون متركب صح، والا العداد هيبوظ وهيديك قرايات غلط وكل حاجه هتبقى غلط في غلط. تمام. اول ما فتحنا الميه لقينا في تسريب في اللاكور اليمين، هنعظم عليه شويه اهو، بنقرط عليه جامد علشان الجوان يركب مكانه صح. برضو في تسريب، معنى كده ان الجوان في اي نوع من انواع التلف، مش فارق معانا جدا ايه نوع التلف. طيب عندك حل من اتنين، دقر عليه بس كده اخر خطوه كده وشوف. لا والله ده زاد، معنى كده ان الجوان لما اتفعص اكتر ما دخلش في مكانه اكتر، أو لا ده هو الجوان بايظ. طيب ده ممكن يحصل؟ اه طبعا ممكن يحصل. الحل يا تنزل تدور على جوان تاني نفس الشكل وبتاع، ولف بقى على كل الموانين عشان تلاقيه. الحل التاني انا كده ولا كده هنقفل المحبس تاني، وهنلجأ بقى ان احنا نحط تفلون ونحط شعر كتان، اكننا بنركب عادي زي ما ركبنا البوش في الجلب عادي خالص، مفيش ادنى مشكلة اهو هنا وهنا. وكده هو واضح ان مفيش اي نوع من انواع التسريب يمين وشمال، تمت المهمة بنجاح. وده كان فيديو بسيط جدا عن طريقة تركيب عداد مي عمومي بوصة على ماسورة او على صاعد بوصة ونص، وايه كل العدد اللي احنا احتمناها. اتمنى يكون الفيديو عجب، لو عجبك الفيديو اضغط لايك، لو اول مرة تزور القناة اعمل اشتراك وشارك الفيديو ده لاصحابك عشان المعلومات عامة والكل يستفيد، زكاة العلم نشره. حتى نلتقي في فيديو جديد، شكرا والسلام عليكم.